مشاهدي ابدأ من جديد في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ابدأ من جديد. الحقيقة النهاردة انا هكلمكم عن ثلاث حالات ليهم علاقة بالتخسيس وليهم علاقة بحالتكم الصحية، المهمين جدا جدا جدا. واحد هي البنات اللي بتيجي تتجوز وزنهم زايد جدا، ما بيكونوش عارفين ان التخن ده ممكن يأثر بكرة وبعده على الحمل، وبيعانوا فترة كبيرة جدا من فكرة ان هم ما بيحصلش حمل بسبب التكيسات، وما بيعرفوش ايه السبب. وفي منهم كمان ناس بسيطة جدا ما بتروحش الاطباء نساء علشان تقول لهم خسوا فيرجعوا ينظموا اكلهم ويروحوا لطبيب تغذية ويبدأوا ينظموا، الحقيقة بيسيبوا الدنيا لانهم ما عندهمش خلفية عن الموضوع ده. فالناس دي لازم تبقى فاهمة كويس. كل بناتنا اللي بتشوفنا النهاردة خلي بالك كويس جدا جدا جدا، لازم وزنك يكون مظبوط جدا جدا قبل الجواز. ما ينفعش يكون عندك دهون زايدة في منطقة الأرداف، لأن الدهون دي ببساطة بتبدأ تلتف حوالين الجهاز التناسلي والمبيضين، وتبدأ تعمل التكيسات واللي بنقول عليها تكيسات المبيض. البي سي او ده، تكيسات المبيض دي، بتمنع الزيجودنج اللي هي عملية الإخصاب، ان الحيوان المنوي من الراجل يروح للبويضة بتاعة السيدة فما يحصلش اصلا حمل. فكتير من البنات لما بتيجي تتجوز بتتصدم بالواقع الأليم ان تخنها هو سبب عدم حملها. فنخلي بالنا جدا، كل البنات اللي بتشوفنا النهارده لازم تخسي قبل الجواز ووزنك يبقى مظبوط، واوعي يبقى عندك دهون في منطقه الارداف. ثانيا هي الناس اللي عندها ضغط عالي، ودول بنشوفهم في الثلاثينات والاربعينات. انتوا شباب بسبب التخن ضغطه عالي جدا، مره واحده بيجي له دوخه وزغلله وهو قاعد في شغله او هو قاعد في البيت، يلاقوا دماغه صدعت جدا وهو ماشي بيعدي الشارع ممكن يدوخ ويقع. نخلي بالنا ان الدهون دي لما بتزيد ومن كتر اكل الاكل المسبك والاكل الدسم، دهون الدم الضاره بتزيد اللي هي اللو دينستي لايبوبروتينز، والكوليسترول بيزيد كوليسترول. الحاجه الثالثه ان الدهون دي لما بتزيد عندك في الدم بتبدا ترفع لك ضغط الدم، ودي حاله مؤقته جدا، انت لازم تخس علشان دهون الدم دي تقل فيبدا ضغط الدم يتظبط معاك. مش الحل ان احنا نروح ناخد ادوية ضغط ونستسلم، ما ينفعش، احنا شباب. فالحالة التانية هي احنا لازم نخس علشان ضغطنا يتظبط. الحاجة التالتة هي نداء لمرضى السكر. يا جماعة امانة عليكم، اللي يعرف ان عنده سكر لازم ينظم اكله. ازاي انت تروح تاخد انسولين بكميات كبيرة جدا وانت مين قال تام كده، وتروح كده للدكتور من غير ما تبدأ خطوة ان انت تنظم اكلك. خد علاجك بتاع السكر على الحالة المنظمة مش على الحالة العشوائية. ما ينفعش اكون باكل بصورة عشوائية وسكريات ونشويات، وطول ما انا قاعد اكل والوقت ملوش مواعيد وانا باكل في اي وقت وكميات كبيرة من الاكل، واروح للدكتور والدكتور المسؤول عن السكر اللي هيديني العلاج بتاعي، لو هيديني تابلتس، لو هيديني كبسول هيديني انسولين، ولو هيديني انسولين جرعه قليله هيديني انسولين جرعه كبيره، لانك كسلان مش عايز تنظم اكلك. اعمل مع نفسك المبادره وقول له انا بنظم وبروح لطبيب تغذيه ينظم لي علشان حالتك الصحيه تبقى مظبوطه، ويظبط لك على المظبوط على حاجه المنظمه مش على الحاله الفوضويه بتاعت الجسم. وكل دول العالم بتعمل كده، مفيش مريض سكر الا بينظم اكله اولا ثم بيروح لطبيب الغدد ثانيا عشان، او طبيب السكر او طبيب الباطني علشان يظبط له جرعات اللي هيمشي عليها عشان يواجه مرض السكر. دول كانوا الثلاث حالات بالثلاث نداءات النهارده، خلي بالكوا كويس جدا معانا. وصلنا لتبني 300 حاله مرضيه بالعلاج بالمجان من خلال اطباء التغذيه اللي نورونا في البرنامج، دكتوره مروه السعيد، دكتور محمود عفيفي، دكتور احمد عبد الله، دكتور هشام الوصيف، دكتوره فيروز مجدي، النهارده كمان هيكون معانا الدكتور احمد الزعيتي. وانا في عيادتي تبنيت حالات مرضيه من مرضى السمنه الغير قادرين. احنا لسه مع بعض مكملين في شهر ضد السمنه عشان بنواجه المرض اللعين مع توجهات دولتنا اللي بتحارب السمنه من الصغر عند الاطفال. يلا هنروح لفاصل سريع وهنرجع لكم نكمل كلامنا. مشاهدينا في ابدأ من جديد، رجعنا لكم من جديد ومعانا ومعاكم دكتور محمود عفيفي اخصائي
السمنه والنحافه وتنسيق القوام. بنرحب بيك يا دكتور. ازيك اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ حبيبي تمام. اسئله كتير جدا عن التخسيس وعن السكر، ما هيروح ولا مش هيروح، ولما اعلنا قلنا ان الدكتور محمود النهارده يبقى معانا كميه اسئله مش طبيعيه هسالك عليها. خليني الاول ابدا بسؤال السكر النوع الثاني، بيروح فعلا لما ممكن الشخص فعلا لما ينزل وزنه؟ في دراسه كنديه في اكثر من 28 الف شخص خفوا من السكر من النوع الثاني، ودي كانت 2018. الدراسه دي بتاكد ان احنا لو احنا قدرنا نعمل كنترول على الوزن وننزل وزننا بشكل كويس جدا ونتخلص من الدهون الزياده خاصه في منطقه البطن بالذات، بقدر اخف من السكر من النوع الثاني. وانا احب برضو اشرح ازاي اخف اصلا، ممكن انا اخف من السكر من النوع الثاني. انا هتكلم لو انت انسان طبيعي، السكر بقى في دمك من 80 ل 110، بمجرد ما بتاكل السكر بيعلى، فهرمون الانسولين بيتفرز عن طريق خلايا بيتا اللي موجوده جوه البنكرياس، بياخدها بياخد السكر ده ويروح على الخلايا، بيدخل السكر جوه الخلايا عن طريق حاجه اسمها القفل والمفتاح. طبعا عارفين ان المفتاح هو الانسولين، والقفل هي هو الريسبتور الموجوده على الخليه نفسها، فلحد ما الخليه تتملي بالسكر جوه الخليه يبدا يقفل، وبعد كده يبدا اما الخليه اما تحولها لطاقه او تحولها لمخزون دهني بعد كده يتخزن جوه الجسم. فاحنا دلوقتي لو انت ده لو احنا انسان طبيعي ما عندوش سكر. طب لو انت حقيقي عندك سكر من درجه تانية، بيبقى الانسولين شغال عادي في جسمك موجود، والخلايا البيتا بتفرز انسولين عادي، بس مشكلتك الرئيسيه ان في مشكله ما بين القفل والمفتاح، يعني في مشكله ما بين الانسولين نفسه ومشكله ما بين القفل اللي هو الريسبتور، مش عارفين يحصل كونكشن بينهم بين بعض. طب ازاي اقدر اخف منه بقى؟ لو انا حليت المشكله دي، سواء لو انا كان عندي اوفر ويت ببدا اخفض وزني وانزل نسبه الدهون، فيبدا الدهون اللي على المحاسات نفسها تقل، فيبدا يحصل استجابه ما بين الانسولين والريسبتور، فيبدا السكر ينخفض. وبننصح الناس دي طبعا تستعمل ماده الكروم. الكروم دي ماده موجوده في اي صيدليه لها اسماء كتير. الماده ديت زي مقوي كده عام، هي بتساعد الانسولين في ان هو يشتغل ويبدا يعمل بوظائفه الحيويه، ان هو يقدر يخترق الخلايا عشان خاطر يدخل السكر. او ان احنا نبدا نستعمل ماده زي الميتافورمين، دي برده موجوده في منتجات كتير، دي بتحسن استجابه الانسولين للريسبتور، فبالتالي بيبدا الجسم يحرق من اول وجديد تاني. طيب واحده بسأله سؤال بتقول انا ما يعني وزني زياده جدا، ويعني ما فيش حمل، متجوزه بقالها اكتر من سنه، ولما زارت طبيب النساء قال لها انت لازم تخسي، فبتقول انا مش فاهمه ايه علاقه ان انا اخس بان انا يحصل حمل. طبعا انت عارف ان السمنه بتعمل حاجه اسمها انسولين ريزيستنت، تمام، بتعلي مقاومه الانسولين في الدم، وبتعمل حاجه اسمها بي سي او تكيس مبايض، فالتكيسات ديت بتقلل الفيرتيليتي، فبالتالي بتعمل مشاكل في الحمل، فده السبب الرئيسي اللي هو طلب منها انها تخس. طيب عندنا واحده اسمها نانسي بتقول انا عملت رجيمات كتير جدا وخسيت لدرجه ان انا وصلت لمرحله كان جسمي متناسق جدا، وصلت لمرحله ايديال، مرحلة متناسقة جدا، بس هي بترد تاني، هل في حاجة اسمها تثبيت وزن يا دكتور محمود؟ فهي بتسألك. هي كلمة تثبيت وزن دي معناها ان انا احافظ الكمية اللي داخلة جسمي هي نفس الكمية اللي انا بحتاجها في الحرق. يعني انا النهارده مثلا راجل شغال على مكتب ما بعملش اي مجهود بدني، طب باكل مثلا ليه كميات رز كبيره؟ النشويات دي اصلا زي الرز والمكرونه والعيش محتاجين حد يكون بيبذل مجهود بدني عنيف عشان يعرف يحرقها. انا المطلوب مني ان انا بعد ما اخلص تخسيس ابدا اشوف مجهودي البدني قد ايه في اليوم على حسب مجهودي، لو انا مجهود متوسط او مجهود عنيف بحدد بقى على حسب مجهودي البدني عشان اقدر احدد الكميه اللي هاخدها، وبركز في اكلي. دايما بقول دايما الطبق بتاعي يبقى طبق مليان خضار وبروتين ونسبه قليله من النشويات لو انا مجهودي متوسط او مجهودي صغير. لو جاي لك عيان حالة مستعصية في العيادة، راح لدكاترة كتير وزار أطباء تغذية كتير وحاول وخلاص، حالة سوفيستيكيتد صعبة يعني، هتبدأ منين معاه؟ ابدأ من جديد ازاي للمريض اللي هو الصعب اللي عمل مرارا وتكرارا رجيم ومحاولات دون جدوى؟ هي لازم تفهم دماغه الأول، خلي بالك مريض السمنة ده مريض نفسي سليم. يعني لازم تفهم أول هو بيفكر ازاي، هو عايز ايه، أنا يعني مثلاً تحلله نفسيا الاول طبعا لازم عشان تعرف تحدد ايه المشكله، لان خلي بالك في ناس عندها اعتقاد شخصي مثلا ان هو هيجي يعمل عندك جلسات وهيخس من غير ما يعمل يظبط اكله، او هو عايز الجهاز السحري اللي يخسسه من غير ما يعمل اي حاجه، او عايز يخس من غير ما يتحرك اصلا. فلازم تفهم دماغه، لان هو خلي بالك المرضى بيبقى عندها خبره اكتر من الدكتور على فكره، صح؟ والله عارف كل اساليب الشيوخ والله، يعني ممكن يقول لك مثلا ايه جدول الاسعاف يسمحه لك، طبعا يقول لك انت دواء ايه وحلاج، هو فاهم كل حاجه.
بس دماغه متركبه في حته لازم تفهمها. لو عرفت تقنعه صح خلاص اتحلت المشكله. انا رايي كمان ان الدكتور الشاطر هو اللي بينجح انه يغير سلوكيات الشخص. دماغه بس تفهم دماغه ماشيه ازاي. علشان كده عارف لما يعني المرضى بيجوا لنا عيادتنا فيقول لك انا باكل الساعه 12 بالليل، فتقول له لا ممنوع تاكل بالليل. هو نجحنا، هو بيطلع طبعا يقولوا علينا الدكاتره دول دكاتره غلسين، بس هو يعني انا حتى دايما بقول للمريض ستوب نايت ايتنج، امنع اكل الليل وقف. فهو بيبقى فاكر ان الدكتور ده شويه عايز يرخم عليه، عايز يرخم عليه ويطلع يقول ده بيرخم عليها، ومش فاهم ان مصلحته في انه يغير عاداته. بص، بما انك النهارده معانا في ابدا من جديد، لازم تديلي كبسوله سحريه للمرضى يستفيدوا بيها. قول لي روشتة من خمس حاجات، خمس عناصر اللي بيشوفنا النهارده يستفيد من المرضى يبدا يعملهم، حتى لو هو مش عايز يعمل او ما عندوش القدره انه يروح للدكتور ويزوره في عيادته، يستفيدوا انه يعمل ده، وده يبقى مغير لحياته فعليا. اول حاجه شرب الميه. تمام، لازم نشرب على الاقل حاجه 3 لتر ميه في اليوم. 3 لتر ميه في اليوم ومعدل كوبايتين ميه قبل كل وجبه. انا كنت عامل تقسيمه حلوه كده للميه، هقولها للناس برضو دلوقتي. هي احنا ممكن ان في ناس كتير عندها مشاكل مع الميه، يقول لك انا ما بنساها. فاحنا قلنا مثلا عندنا كام وجبه في اليوم؟ عندنا 3 وجبات رئيسيه، ولو خدنا وجبتين في نص سناك يبقى كده 5 وجبات. مع كل وجبه خد كوبايه ميه. تمام، وعندنا الناس اللي بتصلي 5 فروض صلاه، مع كل فرد خد كوبايه ميه، يبقى كده 5 فروض بخمس كوبايات ميه، ومع كل وجبه خد كوبايه، يبقى كده خدت توتال الميه اللي انت عايزها. يبقى انت ربطتها بفرض الصلاه وربطتها بالوجبه كوبايه ميه بس، عشان خاطر ما تكسلش. تاني حاجه المواعيد. المواعيد احنا عندنا لو احنا فطرنا بدري وتغدينا بدري وقطعنا اكل من 6 ل 7 بالليل كده هتخس. يعني خلي اخر وجبه ليك من 6 ل 7 بالليل، حاول تظبط الحوار الحكايه دي. دي بتخس بشكل سريع جدا. تمام. الحاجه الثالثه بين الوجبات، خلي مخك يعرف انت بتاكل الساعه كام. احنا بناكل ليل نهار وفضى حتى لو انت مش جعان. يعني قال لك في نصيحه برضو، ده النصيحه الرابعه دي، كل لما تجوع ما تاكلش فضى. يعني دايما الناس بتاكل هي وفضى، قاعد فاضي قدام التلفزيون بياكل، قاعد مش عارف بياكل. لا، حاول تاكل في مواعيد ثابته، وافهم انت اكلت عشان انت جعان، مش عشان خاطر انت عايز تسلي وقتك. والناس كمان بتاكل استخسار، يعني أيوه عشان طبق يدعي لك، يعني مش عارف مثلا، مش لازم يدعي لي، المهم ان انا عامل ساندوتش مثلا، ساندوتش لبنتي ولا لابني، فكان ربع وانا اكمل ربع مثلا، او فاهم قصدي الحكايه دي، بالذات بقى مع الامهات اكتر. يعني النصيحه الخامسه بقى المشي. فلو انت حتى ما عندكش فرصه انك تمشي في البيت، تمشي في الشارع، ممكن تمشي في البيت، ممكن حاجه ووكينج ات هوم، ممكن تتحرك كانك عجله في البيت، اي مجهود بدني متواصل حتى لو بس نص ساعه بس. كلام جميل جدا. طبعا يعني في ابدا من جديد احنا عاملين حمله، والدكتور محمود عفيفي اصلا احنا دفعه واحده واصحاب من سنين يعني. وهو من الدكاتره الشطار جدا في مجال التغذيه العلاجيه. فاحنا نستسمحك ان في الحمله ناخد بس حالتين لغير القادرين. طبعا فتوعدنا بيهم واحنا هناخدهم. والعياده عند حضرتك، من عندك من برنامج تبدا من جديد، انا مديت فول فري. وهننزل نصورهم في العياده بعد ما يتعالجوا ويخسوا. عايزين بقى اتقل حالتين، عايزين بقى الاستاذ امير عرابي، الاستاذ احمد سامي، الاستاذ محمد علي رئيس التحرير يبداوا يجيبوا لنا، استاذ محمد حسن عيسى يجيبوا لنا اتقل حالات، عشان الدكتور محمود من الدكاتره الشطار جدا جدا. حبيبي تسلم، ربنا. هسالك اخر سؤال ونختم فقرتنا. قول لي بدايه الطريق منين يا دكتور محمود؟ من التغذية السليمة، من ممارسة الرياضة، قول لي المفتاح ايه؟ بص، هو مبدئيا كده طبعا انت دكتور وفاهم القصة دي. السمنة بقت مرض. صحيح. مش فكرة تخسيس. يعني حتى في العالم كله بقت دخلوها تأمين صحي، خلي بالك. بقى الموضوع تأمين صحي. بقتش رفاهية. يعني خرجت بره بند حتة ان انا تجميل، فحتى في التأمين الصحي على الأمراض بقت هي شامل السمنة. فالسمنة تحولت من بعد 2014 من كلمة تخسيس لعلاج مرض السمنة. صحيح. فلازم احنا نبعد عن قصه النت بقى، وان انا واحده صاحبتي جابت الدواء ده من على كذا، وصاحبتي بتعمل وصفه كذا. لا، روحي للدكتور المتخصص الشاطر اللي يفيدك بمعلومه صح، لان كل حاله غير الثانيه. فتختار دكتور سليم يقدر يوجهها للعلاج السليم. دي اول حاجه. تاني حاجه، السمنه مش حرمان، او علاج السمنه مش حرمان. هو انا النهارده مثلا لو انت عندك دور برد شديد بتعمل ايه؟ بتبطل حاجات ساقعه، بشرب حاجات دافيه، صح ولا لا؟ صح. لانها مرض البرد. طب ما ده مرض السمنه، ممنوع عني دهون وسكريات، يبقى عادي مخي يتقبل ان انا النهارده بتعالج من مرض. مش بتحرم من حاجه، انا بس مجرد مؤقت لحد ما اتعالج. بعد ما اتعالج يا عم كل براحتك بعد كده.
اعمل اللي انت عايز. بس كده. دكتور محمود عفيفي اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه، جزيل الشكر على المعلومات القيمه وتعبناك بالاسئله. انا فرحان شفتك بجد انا والله، وحشني جدا على فكره. انت اكتر، نورتنا وجزيل الشكر دكتور حبيبي محمود. حبيبي. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا، لكن ما خلصتش حلقتنا. الدكتور محمود عفيفي قال لكم نبدا من هنا، لازم تفكر صح وتشتغل على نفسك صح وتروح للدكتور الصح، تنظم الاكل الصح، هتوصل للنتيجه الصح. استنونا راجعين لكم. مشاهدينا ورجعنا لكم من جديد في ابدأ من جديد، والنهارده هنتكلم مع بعض في مواضيع مهمه جدا تخص بقى الادمان ومجتمع والمطلقات وصحه الطفل وثقافته وحالته النفسيه وحاجات كتير جدا تهم شرائح مجتمعيه كبيره. فاسمحوا لي ارحب بدكتور مديحه الصباح، مدير اداره البروتوكولات والمراسم بالمركز القومي لثقافه الطفل بوزاره الثقافه، ودكتوراه علم النفس جامعه عين شمس. بنرحب بك يا دكتور في ابدأ من جديد. اهلا بحضرتك. خلينا الاول نبدا من عند المجتمع. يمكن نسب الطلاق زادت، مطلقات بقوا يعني كتير، والحقيقه دي انا بعتبرها آفة مجتمعيه، ظروف نفسيه بتمر بيها المطلقه، ومش المطلقه بس، ده آثار نفسيه تنعكس على الابناء كمان. فخلينا نفتح الملف ده ونبدا من الموضوع ده. اولا زي ما بيقولوا ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، فالطلاق يهتز له عرش الرحمن. بس لو هنتناول الجزئيه ديت هنجد ان مردود الطلاق على المراه بيكون اكثر قسوه واكثر عنف على الرجل. ليه؟ المجتمع الشرقي بصفه عامه بيغفر للرجل كلمه انه مطلق او سبق له الزواج، انما ما بيغفرش اجتماعيا للزوجه او للانثى اللي وقع عليها الطلاق. احنا بنعتبر ده عيب يعني. ايوه هو عيب مجتمعي، يعني قد يغفر للرجل لكنه لا يغفر للمراه. طيب نشوف مردود الطلاق دوت على المرأة المصرية أو على الزوجة بصفة عامة في على مستوى العالم، مش على مستوى مصر بس. في المجتمع الشرقي أو في المجتمعات الشرقية كلمة مرأة مطلقة بيكون لها تأثير سلبي على نفسية المرأة. ليه بقى؟ هقول لحضرتك على حاجة. أي رجل بيحب لما يبدأ بالزواج يبدأ بزواج من إنسانة لم يسبق لها الزواج من قبل، بيبدأ من جديد زي برنامج، ياخد حاجة من الأول، ياخد حاجة فروم A to Z. إنما هل هو عرف إن الإنسانة اللي وقع عليها الطلاق قد يكون طلاق بدون علمها؟ ودي بتكون الطامة الكبرى زي ما بيقولوا. ليه؟ واحدة ليس لها ذنب، مهتمية بجوزها وبشؤون بيتها وكل حاجة، بس الراجل بصفة عامة مزواج بيحب يتزوج بأكثر من مرأة. طيب الست ذنبها إيه؟ بص تلقي المجتمع بيصفها بكلمة امرأة مطلقة. طيب الست المطلقة ديت لما بتيجي بقى تتعامل على المستوى الاجتماعي مش هنقول بقى بينفروا منها، لا، بس بيبقى بقى في ايه؟ لو هي راحت النادي، ده فلانه الفلانيه اصلي يا حرام ما حصلش نصيب وكده، يعني بيعاملوها بذنب هي ملهاش ذنب فيه. يعني اي انسانه بتحب تحوط على بيتها وتراعي اولادها وتراعي جوزها، لان الزوجه يعني قلتي نقطة مهمة جدا، قد يكون ان هي بلا ذنب، ممكن تتجوز واحد هو مدمن وما تعرفش. انا شفت حالات طلاق كانت اتجوزت واحد ما كانتش تعرف انه مدمن، وممكن يبقى خانها، وممكن يبقى مش مسؤول، ورغم ذلك المرأة تبص تلاقيها بالطبيعة البشرية اللي ربنا خلقها بيها بتحب تحابي على بيتها وتحابي على اولادها، وتقول ايه اداري على عيشي زي ما بيقول، او اداري على بيتي. بس المجتمع بيزرق ايه؟ دي ست مطلقه بقى، تبص تلقي صاحباتها اللي كانوا انتيم معاها قبل الجواز لما هي اتطلقت وهم عفوا يعني ما حصل لهمش ان هم حياتهم مستقره والحمد لله، بص تلاقيها بياخدوا جنب منها. طب ما ده تدمير نفسي ليها.
تاني حاجة بتربي ولادها وبتتفانى ان هي تربي ولادها كويس جدا. تبص تلاقي ايه؟ لا ما تكلمش فلان الفلاني عشان ده بابا ومامته منفصلين عشان ايه ما ي... طب ليه؟ طب ما دي مردودها سلبي على الولاد. الولاد ذات نفسهم يعني المرأة بتحس ان ايه الكينونة بتاعتها حياتها خلاص اتدمرت. طيب خليني اسال حضرتك سؤال يا دكتور. دلوقتي المطلقه احنا قلنا اولا نظره المجتمع وقلنا ان المجتمع غلط جدا انه يبص للمطلقه على بيظلمها. المجتمع بيظلمها حرام بيظلمها وان ممكن ما يبقى فعلا ملهاش ذنب. الحاجه الثانيه قلنا ان المطلقه نفسها يعني كمان هي حياتها بتتدمر ومثلا بيبقى عندها اولاد زي ما حضرتك بتقولي وزمايل الاولاد دول بيقولوا لا ما تعرفش فلان اصل عشان ايه لاصل دوت ايه مامته هي اللي بتربيه. طب الاثر النفسي الواقع عن الاولاد، ما هما في بعض الابهات والامهات بيبعدوا اولادهم لان هم شايفين الولد ده خلاص نشأ في جو اجتماعي معقد هو مسليم ممكن يكون عنده عقدة. طيب هقول لحضرتك الأب والأم بالنسبة للولد مش هو مصدر الأكل والشرب وبابي هات لي شنطة ومامي هات لي بلوزة، لا ده هم ستار الأمان اللي عارفة الكسوة الاجتماعية بالنسبة للولد والبنت بالنسبة للأبناء حائط الصد الأمان بالنسبة لهم. فالولد بيحس ان هو مفيش واقف لوحده ألون مهما كانت الام بتبذل قصارى جهدها عشان تربيه تربيه سليمه، بس الولد او التنشئه الاجتماعيه السليمه عاوزه زي ما في ام زي ما في اب. فهو الولد افتكر جدار الامان ده هو فايه اللي بيحصل له؟ بيلجا غصب عنه ما هو عاوز يبقى في اب في حياته. طيب بيشوف في المشاهد في التلفزيون او في السينما الاسره الكويسه والاسره اللي مش كويسه بيبدا بقى يبدا يستقل عن الكيان اللي هو بقى الاسر الغير الاسر الغير سوي. نبص للاطفال بيبداوا يلجاوا للعزله الاجتماعيه يقول لك لا انا مش عاوز اخرج عشان ما زميلي في النادي مامته ما تقولش يا فلان ما تكلمش كذا لا ده. فبيبدا في العزله الاجتماعيه في ولد بينفتح على المجتمع بينفتح المجتمع بنجد قرناء السوء اللي هم زمايله سواء في المدرسه او في النادي. مش كل قرناء السوء اسوياء. في ولاد كويسين بيقولوا له يلا يا فلان تعالى نصلي تعالى نذاكر ايه رايك نشترك في نادي نعمل نتنافس في لعبه معينه، وفي ولاد يقول له ايه يا عم ما انت حالك هو حالي ويبدا ينخرط في طريق اجتماعي غير غير سوي اما بالادمان او الانحراف السلوكي ممكن يلجأوا للسرقه عشان يجد ان المال ده بيحقق له متعه هو تعوضه عن الفقدان الاجتماعي السوي اللي هو محروم منه. طيب ايه النصيحه؟ يعني الام المطلقه ايه النصيحه؟ المجتمع ايه النصيحه تجاه الام المطلقه او السيده المطلقه؟ ايه النصيحه تجاه الابن اللي حصل تفكك اسري وحصل حاله طلاق ما بين الوالد والوالده؟ انا هقول لحضرتك نبدا من المشكله من البدايه. الطلاق نوعين اجتماعيا ونفسيا نوعين، طلاق مفاجئ وقلنا ده اثره مدمر على الاسره ككل وعلى الزوجه والابناء. في طلاق بقى بيبقى ليه استعدادات نفسيه او اجتماعيه ان الطرفين متفاهمين ومتعقلين للامور والاثنين كل طرف بيحترم الطرف الاخر فبيقعدوا يقولوا ايه ما عندناش احنا بيقطعوا بعض ما احنا هنتكلم في جزئيه يا فلان انا مش مستريح معاك عشان كذا وكذا 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 ويا فلانة برضو انا مش حاسس بالاستقرار اللي انا كنت ايه متعاشر معاه. فايه رايك قد يكون الانفصال بينا طبعا لا قدر الله هو احسن من ان تواجدنا وايه واحنا ايوه كل واحد يروح لحال سبيله. احنا بنقول الطلاق ده سيء وده سيء، بس الطلاق اللي ليه استعداد نفسي او اجتماعي يعني
توفيق بين الطرفين ان هم اهتدوا للوضع دهوت بيبقى ليه مردوده ايجابي احسن من الطلاق المفاجئ. ازاي؟ طيب احنا لو اتطلقنا فلان الفلاني الولاد موقفهم ايه؟ لا دولات ولادي قبل ما يكون ولادك، دولات ولادنا احنا الاثنين، زي ما احنا هننفصل بالمعروف، انت تجيبي سيرتي بكل ما هو خير للاولاد وانا اجيب سيرتك بكل ما هو خير للاولاد. الفلوس الحضانه، فلوس المدرسه، فلوس الجامعه دي في لزومي، اي حاجه، وبستاذنك ان انا اجي اشوف الولاد مره او اثنين في الاسبوع او مرتين. أنا يعني بقول إن الدكتورة مديحة الصباح بتوجه رسالة اجتماعية، يا جماعة اختلفوا باتفاق، اختلفوا باتفاق، يعني ما تدمروش كل حاجة، ما تخلوش الأولاد هي الضحية للعند وللمشاكل، يعني لأن دي حياة وفي ترتيب حياة زي ما حضرتك بتقولي. أيوة، وفي ناس هم مطلقين أي نعم، بس إيه بقوا أصدقاء. ويمكن ده يمكن يكونوا مردوده احسن او افضل ايجابيا عن اتنين قاعدين فيهم خلاف اسري. قد يمتد الموضوع للتشاجر والجيران تسمع بيهم، فصوره الاب والام تهتز عند الاولاد بتاعهم. لا، قد يكون الانفصال في هذه الحاله افضل من الاستمراريه مع خلافات. كلام جميل. طيب هخرج بقى من حالة الطلاق وهنرجع لها في الآخر بنصيحة، بس كمان أنا عارف إن المركز القومي مهتم بالطفولة وأبعادها النفسية وأبعادها الغذائية، برضو مش هينفع يعني إيه الحلقة تمر من غير ما ناخد نصيحة في الاتجاه ده، لأن الأطفال برضو هي ثمرة المجتمع، بنيان المجتمع، فخلينا نتكلم وناخد يعني بايت في الموضوع ده. أيوة، إذا اتكلمت على الشغل أو طبيعة شغل في المركز القومي لثقافة الطفل، فكلمة حق لابد أن أقولها، المركز كان بيشرف برئاسة السيدة الفاضلة الأستاذة ميرفت مرسي، اتقدمت لها برؤية لبروتوكولات وحاجات قد تهم الطفل أو بل فعلا تهم الطفل في كافة المجالات، على المستوى النفسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الصحة، على المستوى الغذائي، على المستوى السلوكي. الرؤية ديت مجموعة من البروتوكولات والمذكرات التفاهم بين المركز وبين غيره من الوزارات الأخرى. فكلمة حق تقال ادتني دفعة ان احنا فعلا ننطلق مع الجهات والوزارات ذات الصلة بعمل الطفل. المركز حاليا بيشرف برئاسة الأستاذ محمد ناصف، عقلية مستنيرة، بأحيي من هذا البرنامج ابدأ من جديد السيدة الدكتورة وزيرة الثقافة على انها جابت لنا شخصية عاوز يفعل الطاقات بتاعت المركز، الكوادر بتاعت المركز. طيب المركز بصفة عامة بيهتم بكل ما هو يهم الطفل المصري والعربي والدولي والعالمي، عن طريق في مذكرات تفاهم بين المركز وبين كل دول العالم، بيحصل تبادل ثقافي وتبادل وفود للأطفال من مصر وإلى كل دول العالم، وكذا والعكس هو الصحيح. كل بيجي وفد من الأطفال في أي دولة على مستوى العالم. الأطفال دي يعني معايير الاختيار، يعني معايير الاختيار المركز. طبعا إن معايير، لا هو المركز ملهوش معايير، المركز بيهتم بكل ما هو يهم الطفل بصفة عامة، سواء على مستوى مصر أو على المستوى العربي أو الدولي أو العالمي. المركز بيعمل ندوات، ورش عمل، ندوات مثلا في الجانب الصحي، عاملين مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع وزارة الصحة، بنعمل ندوات توعية للأطفال إن هو أطفالنا والحماية من الإدمان، الغذاء الصحي للطفل. طيب عاملين الأولاد الصغيرين دول بيبقوا مدمنين؟ طبعا
ايوه بيدمنوا ازاي دول يعني؟ طب وعلى فكره بقى يعني ده صغارين قوي. ايوه لا على فكره الطفل وفقا للقانون الدولي لغايه 18 سنه فهو طفل. للاسف الشديد يؤسفني ان الشريحه العمريه اللي هي فتره المراهقه من 11 ل 18 مصر من اوائل، مش عاوز اقول من اوائل الدول، لها ترتيب متقدم في الاطفال المدمنين، ودي ظاهره سلبيه. مصر متقدمه. ايوه للاسف ظاهره سلبيه. ليه؟ ما هو الطفل المصري معذور، ما انت برضو ما تجيبلوش فيلم البطل فيه قاعد بيشرب مخدرات وقاعد في قصر، فالطفل بالتبعية أو بحب التقليد بيتأثر فبيقلد، فبالتالي بيقلد زميله. زميله مش احنا قلنا الأقران أو زملاء الطفل ده هو يا إما يكونوا أسوياء يا إما يكونوا غير أسوياء يا إما يكونوا أسوياء والظروف الاجتماعية بتخليهم ينسلكوا إلى هذا. طب والأهالي هنا فين؟ الأهالي فين من إن ابنها ما بيسألوش المصروف ده رايح فين؟ الولد بياخد يشرب بيه سجاير ويشرب بيه مخدرات ويشرب بيه كذا، الأهالي هنا دورها فين؟ مش منتبهين ازاي؟ أقول لحضرتك في عوامل بتؤدي إلى زيادة أو معدلات الإدمان لدى الطفل. أولا حب التجريب، زمايله في المدرسة أو زمايله في النادي، إحساس إن هو كبير وإنه لما يدخن أو يشرب مخدرات ده هيبقى كبير وخلاص بقى، خلاص بقى راجل بإحساسه. تاني حاجة المستوى التعليمي أو الأمية، برضو النسب الأمية عالية في المجتمع المصري، فالأم ما عندهاش الوعي اللي هي تقول له إيه أنت مالك أنت بتشرب إيه أنت كده ليه، لأن ما عندهاش الثقافة تسأل وتتابع. ما عندهاش الثقافة تسأل وتتابع. والأب برضو مشغول إن هو برضو بيشتغل أكثر من شغلانة، فالطفل بيحس ان مفيش رقيب عليه قوي في البيت. تاني حاجة ان الطفل اللي بيلجأ للمخدرات او للإدمان او للسجاير دايما بيبقى بره البيت اكتر من جوه البيت، فالام والاب ما بياخدوش بالهم من الجزئية ديت للأسف يعني. دكتورة مديحة الصباح، دكتورة في علم النفس جامعة عين شمس، اسمحي لي اشكرك على الكلام الجميل. والحقيقة انا يعني كلام كان شيق، وانا نفسي بصراحة نتكلم كمان في قضايا مجتمعية كتير، لان في حاجات كتير النهاردة قلناها مهمة، وان شاء الله على امل لقاء، لان في حاجات كتير تهم المجتمع ضروري نتكلم فيها. فبشكر حضرتك، وجمهور ابدأ من جديد بشكر حضرتك كل الشكر. انا بشكر حضرتك اولا، بشكر الأستاذ أمير عرابي على يعني حسن الاستضافة والأسلوب الرائع اللي خلى الواحد بطريقة كده ما عرفش إزاي يعني أقنعه. وقناة النهار بقى أنا بسميها إشراقة الإعلام العربي. بشكرك جزيل الشكر يا فندم. تاني حاجة برنامج ابدأ من جديد هو دعوة للتفاؤل، يعني ابدأ من جديد. انت تعرضت المشكلة، المشكلة دي مش نهاية الحياة، دي بداية الحياة. اكتسب منها خبرة، اكتسب منها سلوك، اكتسب منها خبرات عشان تبدأ من جديد، تبدأ بقوة. وهي دي فكرة البرنامج اللي انا بحييك عليه. ميرسي جدا مشاهدينا، زي ما الدكتورة قالت لكم ابدأ من جديد في كل حاجة في حياتك. المطلقة النهاردة اللي اتكلمنا عنها مش ذنبك أبدا، خلي بالك المرأة هي نص المجتمع، لا ده هي كمان اللي بتجيب النص التاني اللي بيطلع نواة مجتمعية. انت كل المجتمع، اوعي تخلي حاجة تأثر فيكي، اوعي تخلي حاجة تهزك، اوعي تشيلي ذنب مش ذنبك. الحقيقة أنا منبهر كمان بسبب الموضوع اللي أثرته الدكتورة، إن الأولاد والإدمان وبتاع. يا جماعة انتبهوا أيها السادة، خلي بالكم من أولادكم، الآفات المجتمعية والحاجات اللي بنشوفها بتنعكس على أولادنا بندفع ثمنها كلنا كمجتمع. نخلي بالنا ونبدأ من جديد. استنونا رجال لكم.
مشاهدي ابدا من جديد، رجعنا لكم من جديد مع دكتوره مروه سعيد اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه والبرودكت مانجر لشركه ماجيك فارما. بنرحب بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور احمد، ومبسوطه جدا ان انا معاك. ربنا يخليك، ميرسي. طيب احنا النهارده محضرين كلام كتير جدا وعندنا اسئله كتيره جايه لنا على صفحه الفيسبوك ابدا من جديد، بتخص بقى الناس اللي بتروح الجيم وممارسة الرياضة وعايزين يعرفوا المواعيد ومسألة بناء العضلات. يمكن حضرتك عارفة ان في شباب كتير مهتم الفترة دي بانه يعمل فورمة بشكل معين، خاصة ان احنا داخلين على الصيف وبيسافروا بقى والشواطئ فاحنا يعني نتكلم الاول عن فكره ممارسه الرياضه ومروح الجيم. اللي يمارس رياضه لازم يروح الجيم؟ طيب هو مبدئيا طبعا موضوع الرياضه هو حاجه مهمه جدا في حياتنا، يعني هي بتبقى اسلوب حياه لازم يبقى موجود عند كل واحد فينا، لان هي اوريدي بتنشط عضلاته، بتنشط ذهنه، بتعلي عنده الهرمونات اللي ليها علاقه بالمود او الهرمونات المزاجيه، بتنشط عنده الذاكره، ايفن حتى عند الشباب الصغير اللي لسه في فتره الدراسه. فدي حاجه مهمه جدا موضوع ممارسه الرياضه زي ما حضرتك قلت. بس هي الفكره احنا بنستخدمها ازاي او بنوظفها ازاي. يعني انا مثلا في حاله عمريه او بسن معين محتاج اروح الجيم العب نوع معين من الرياضيات، اللي هينفعني انا مش هينفع حضرتك، مش هينفع حاله صحيه تانية، فبيبقى مرتبط اكتر بالحاله الصحيه بتاعه الحاله اللي بتمارس الرياضه. هيمارس اي نوع من الرياضيات، هيبدا ان هو وقت قد ايه، محتاج ايه التغذيه المناسبه ليه في المرحله العمريه دي. دي حاجات كلها لازم بناخدها في الحسبان عشان نبدا ان احنا نراعيها اثناء ممارسه الرياضه. لكن يعني طبعا كل مريض ولكل فئه عمريه تغذيه معينه وشكل معين من الرياضه اللي بيمارسها ودوسج معينه، يعني جرعه معينه، علشان ما يحصلش مثلا مشاكل مثلا صحية او يحصل اجهاد عضلي او يحصل اصابة او الكلام ده كله. بالظبط كده. طيب تعالي نضرب مثل كده، يعني ناخد فئة معينة ونتكلم عن الاكل مثلا بتاعها بشكل كده سريع، ونتكلم عن ممكن يتعرضوا لايه وشكل الرياضة تبقى ازاي. يعني مثلا الشباب من سن 20 لحد 30 سنة دول غالبا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هم بيروحوا الجيم، بيحافظوا على فورمة معينة في جسمهم، عايزين يحافظوا على شيب او شكل معين لجهازهم العضلي. دي حاجة ممتازة جدا، بس في نفس الوقت لازم نراعي كمية التغذية اللي هم جسمهم محتاج لها. في الفترة دي ممكن الشاب يعمل حاجة اسمها الكاتابوليك بروسيس او الاهلاك العضلي المستمر، بيهلك في الجهاز العضلي بتاعه بطريقة مش ماتشد مع التغذيه اللي هو بيتناولها خلال اليوم. هو اوريدي مقلل من كميه النشويات اللي في اكله والدهون، اوكي، بس المفروض يزود جرعه البروتين الموجوده عشان نعوض العضله عن اللي هي بتفقده اثناء المجهود. هو اوريدي قبل التمرين محتاج ان هو ياخد حاجه فيها كارب، عسل ابيض، حاجه كارب معقده، الكربوهيدرات المعقده اللي بتاخد وقت معاه او بتديه طاقه على المدى البعيد، زي عسل النحل مثلا، ممكن تمر بلبن، ممكن ياخد طبق عدس مثلا، تمام، شوربه عدس. بعد التمرين اوريدي محتاج دوزج بروتين لازم. طب هو النشويات المعقده قبل التمرين ليه بقى؟ عشان يعني تساعده تحافظ على سكر الدم. بالظبط، بتعمل بالانس في سكر الدم اطول فتره ممكنه. يعني حضرتك لو قارنا بين معلقه السكر الابيض مثلا والتمرايه، الاثنين فيهم نفس كميه الكالوريز او السعرات، بس في نفس الوقت ده بيديله سعرات على المدى البعيد، بتديله فتره اطول، تخلي فيه بالانس في سكر الدم، ما يحصلش ان السكر يطلع فجاه وينزل فجاه. بالظبط كده. دي فكره برضو رمضان. كل سنه وحضرتك طيبه والساده المشاهدين بالف خير. احنا دايما بنفطر على الحاجات المسكره والعصاير والسكريات العاليه عشان ما يحصلش ان احنا نتعب ونهبط وندوخ بس لازم الناس اللي بتوخم بعد يفطروا ويخش يناموا بالساعتين والثلاثه. بتحس بصداع بعد، يعني لو دخلنا على السكريات والنشويات على طول بيحصل صداع بعدها مباشره. ده سببه ايه؟ رغم ان في اكل او طاقه داخله الجسم، سببه ان الدم كله رايح للمعده، المخ بيبدا الدم يقل ليه، فبنبدا نحس بصداع. عشان كده لازم ناخدها على مره. نشويات قبل التمرين. بالظبط. ولازم يكثف شويه من تناول البروتين بعد التمرين. بعد التمرين. طب واثناء التمرين زي ايه؟ ياخد ايه مثلا؟ اللي هو بيبني اللي عايز يعمل عضل ويعمل جيم ياخد ايه مثلا بعد التمرينه بتاعته؟ احنا البروتينات طبعا ليها مصدرين من خلال الاكل بتاعنا، سواء بروتين حيواني او بروتين نباتي. البروتين الحيواني طبعا اغنى بكميه الاحماض الامينيه او بكميه البروتينات المعقده اللي هو محتاجها عشان يبني العضلات. النباتي موجود فيه الاحماض الامينيه بس باهميه اقل شويه من البروتين الحيواني. ايفن حتى ممكن نحتاج لبعض المكملات، بعض الحالات بتحتاج لمكمل غذائي فيه كميه بروتين او كالسيوم معينه هو مش هيقدر ياخدها في نفس الوجبه اللي بيقدر يتناولها. طب ده التغذيه السليمه عشان ما يحصلش مساله الاهلاك العضلي، ان هو ما يوصلش لمرحله انه ادمر الجهاز العضلي بتاعه ونبص نلاقي انه بعد كده جاله اصابه
وجاله حاجه خلته يرتاح 3 و4 شهور ويستقبل طبعا ويتدمر مستقبله الرياضي. فدي التغذيه. بالظبط. طيب السؤال الثاني برضو بيطرح نفسه، هي 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 الجرعه ايه السليمه لو رياضي مثلا بتمرن، يعني هيتمرن مثلا 4 مرات 5 مرات، مرن كل يوم، يعني اتمرن قد ايه التمرين بتاعه؟ بالظبط، هو المفروض من 3 لـ5 مرات في الاسبوع، كل مره من 30 لـ60 دقيقة. ده بالنسبة للوقت اللي هو مفروض يمارسه على مدار الأسبوع بتاعه تمارين كارديو. لو هنتمرن دامبلز أو أسكاي اللي هي الأسكاي اللي بيشيلوها عشان تدي ثقة للعضلة، مفروض محتاج من 30 لـ40 دقيقة 3 لـ5 مرات في الأسبوع. ده بالنسبة للوقت. بالنسبة لكمية البروتين اللي هو محتاجها، الشخص العادي هيحتاج كمية غير طبعا الشخص اللي بيمارس رياضة بطريقة مستمرة. هيحتاج 2 جرام لكل كيلو جرام من وزنه، 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام. دي محتاجة ان هو لو وزنه مثلا 70 يضرب في 2 يحتاج 140، لو هو 80 يضرب في 2 يطلع 160. بالظبط، على حسب، هي بالوزن مش عشوائية، عشان نقدر نحافظ على كمية الكتلة العضلية اللي في الجسم. طيب هسأل بقى حضرتك آخر سؤال يا دكتورة مروة. النهاردة احنا يعني طيب الشاب بدأ يروح وعايز يكون عضلاته، فخلى باله من التغذية وبدأ ياخد التمرين بدوسج معين بجرعة معينة بوقت معين، تمام، ايه من ماجيك فارما يقدر يستخدمه بحيث يفيده ان ما يكونش عنده نقص؟ اكيد في حاجات بتنقص من طبعًا الرياضي طبعًا. اكيد في كالسيوم، فيتامين بي، اكيد في حاجات بتنقص بتسقط حاجه منه طبعا، فتبقى سبب في انه يجيله شيء من انواع الكرامب من الاصابات. بالظبط كده. طيب يستخدم ايه؟ طيب هو منتج اللوجي فيه هو بيجمع كل الانجريدينت اللي احنا اتكلمنا عليها او كل الحاجات اللي هو محتاجها اثناء التمرين، يعني الكالسيوم او البروتين او الاوميجا 3 او كمان حاجات بتحسن معاه العمليه الهضميه البروبايوتيك. اللوجي فيه خليط من البروبايوتيك مع الأوميجا 3 مع الكالسيوم متاخد من كذا مصدر، سواء لبن منزوع الدسم أو من لبن السرسوب اللي هو أوريدي مليان أجسام مضادة ومليان أجسام مناعية. طبعا غير الزنك الموجود فيه، غير البوتاسيوم، غير فيتامين بي كومبلكس، كل العناصر دي احنا محتاجينها عشان صحة العضلة تقدر أن هي تقوم بكفاءة كويسة جدا. كل ده موجود في منتج اللوجي في. طيب هو بياخد قد إيه من اللوجي في النهاردة؟ في رياضي هيبدأ يتكلم على الأرقام اللي موجودة أو يتواصل مع فريق ماجيك فارما، فهو مثلا يعني إيه الجرعة مثلا اللي هياخدها؟ لأنه أكيد بينقص مركبات من عند الرياضيين. بالزبط. وأكيد الكالسيوم بينقص، وأكيد بعض الفيتامينز وبعض الأملاح المعدنية والبوتاسيوم، الحاجات دي كلها بتنقص أكيد من عند الرياضي، فبيحصل اختلال من التوازن. طب الرياضيين بقى اللي بيشوفونا دلوقتي مهتمين بالقصة دي، هو طبعا اكيد بيتكلموا بتتواصلوا معاهم بتحددوا لهم جرعه معينه، ولا ايه؟ في جرعه معينه يتصل وياخدها على طول؟ هو في طبعا فريق طبي متخصص مسؤول ان هو يرد على كل التساؤلات دي لاي عميل محتاج يستخدم المنتج. طبعا بعد ما نعرف الهيستوري بتاعه او التاريخ الصحي بتاعه، لو في اي مشاكل بيعاني منها او ادويه تانية بياخدها. مبدئيا الجرعه بالنسبه للرياضيين بناخد مره لمرتين، مره بناخدها بعد التمرين ومره تانية بناخدها بالليل، علشان كميه الكالسيوم اللي في المنتج احسن وقت لامتصاص الكالسيوم كان بيبقى في الفتره الليليه. عشان كده اي حد بياخد اي كبسوله كالسيوم لازم ياخدها بالليل الفتره اللي هي بعد العشاء، عشان تساعده على امتصاص الكالسيوم في التوقيت ده. فهو هياخد مرتين، مره بعد التمرين اللي هو في اليوم اللي بيمارس فيه الرياضه، ومره تانية بالليل بعد العشاء مباشره. طيب انا عشان اسهل بس على الساده المشاهدين اللي بيشوفونا، هي ماجيك فارما يعني عندها اللوجي في ده مكمل غذائي للسادة الرياضيين اللي هم بيمارسوا رياضة أو مهتمين بأن هم يبنوا جهازهم العضلي بشكل معين، فالناس دي تقدر تستخدم اللوجي في زي ما الدكتورة مروة بتقول كمكمل غذائي، عشان البروتينات كمان غالية يا دكتورة مروة، أعتقد برضو أكل الفراخ واللحمة عشان يعدي 500 جرام مثلا كده في اليوم لحمه مثلا كتير، صعب كمان ان يعني حضرتك تجمع في نفس الوجبه كميه كالسيوم معينه واوميجا 3 وكل الكومبوننت دي وفيتامين بي المركب والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك، كل الحاجات دي صعب ان حضرتك تجمعها في وجبه واحده. فاحنا دلوقتي بنجمعها في معلقه هتتحط على عصير او على ميه، هيقدر ان هو ياخدها بعد. طعم حلو طعمه؟ لا بلاتابل جدا لان عليه طعم الفانيليا كمان. فانيليا. اوكي. طيب يبقى هنتصل على الارقام اللي موجوده، الرياضيين المهتمين ببناء عضلاتهم زي ما الدكتوره مروه بتقول لوجي في، تواصلوا مع فريق ماجيك فارما الطبي، تواصلوا مع فريق ماجيك فارما الطبي علشان يساعدوكوا انكوا يعني تاخدوا الجرعه بشكل منتظم او بالجرعه المناسبه. دكتوره مروه السعيد اخصائيه التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه، انا بشكر حضرتك لوجودك معنا النهارده، شكرا جزيلا. شكرا دكتور احمد لحضرتك، واتمنى اكون معاكم باستمرار كده ان شاء الله. ميرسي جدا. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا، لكن ما خلصتش حلقتنا، استنونا احنا راجعين.
البرنامج برعاية العمليات الجراحية. هي أكتر حاجة بتخوف مريض السمنة، خصوصاً إن تكلفتها عالية جداً وغير متاحة للجميع. علشان كده إحنا وفرنا لك البديل الآمن الفيت مود، واللي هتساعدك على الإحساس بالشبع وهتنزل وزنك بسرعة وبأمان. لكن الفيت مود لا يتعارض مع أي حالة مرضية، وكمان ينفع للكبار وللصغار. الفيت مود هو الحل الآمن لعمليات بالون المعدة. ليه تقولي الحل مش موجود لما ممكن تطلبي الفيت مود؟ في ناس كتير قوي ما بتتناولش وجبة الفطار، ولازم نبقى عارفين ان وجبة الفطار دي هي الوجبة الرئيسية، وهي كمان المفتاح الرئيسي ليوم صحي ومليان بطاقة وحيوية. وفي خبرة كتير جدا قالوا ان في اضرار كتير لإهمال وجبة الفطار. أولها هي الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون. احنا عارفين ان الناس اللي بتتخن دي على الرغم من انها بتاكل قليل جدا، الا انها بتتخن لان حرقها بيكون واقف تماما بسبب عدم تناول وجبة الفطار. السمنة اللي بتجيله دي او زيادة الوزن بيؤدي بعد كده الى السكر والضغط وامراض القلب والسرطان. وعلشان كده احنا لازم ما نسيبش وجبة الفطار، ووجبة الفطار لازم يبقى فيها كمان نشويات وبروتينات وفواكه، وتكون مليانة بكل العناصر الغذائية. اتنين من الاضرار اللي ممكن تحصل من ترك وجبة الفطار هي زيادة فرص الاصابة بالامراض المزمنة، ودي بتكون بداية جيدة عشان نكسر صيام الجسم اثناء النوم عن الطعام. ولما بنتأخر عن تناول وجبة الفطار او نستغنى عنها، ده بيؤدي الى خلل في افراز وانتاج الانسولين واضطراب في توازن السكر في الدم. عشان كده بنحتاج رفع مستويات السكر وتنظيم انتاج الانسولين في الجسم علشان نمد جسمنا بطاقة فورية ونجدد مخازن الجلايكوجين اللي بيساهم في اننا نبعد عن الاصابة بمرض السكر. يبقى تناول وجبة الفطار هيبعدك عن ان يجيلك سكر. تلاتة هي زيادة الاحساس بالوهن والتعب خلال النهار، وده بيبقى نتيجة لعدم تناول وجبة الفطار، وبيأثر فيسيولوجيا زي الدوخة والصداع والوهن وزيادة ضربات القلب. ومن المعروف ان عدم تناول وجبة الفطار بيزيد من خطر هبوط مستويات السكر في الدم، وبيحسسنا بالتعب والإرهاق والضعف. أربعة هو سوء المزاج والاكتئاب. في دراسات قالتها البي بي سي في 2002 قالوا ان 26% من الناس اللي بيتناولوا وجبة الفطار ده عندهم تحسن في المزاج لما عملوا تغيير في نظامهم الغذائي. عشان كده احنا لازم ناخد وجبة فطار فيها كربوهيدرات معقدة وبروتينات ودهون صحية علشان نحسن من افراز الهرمونات المرتبطة بحالة المزاج الكويسة، ونقلل من الهرمونات المرتبطة بسوء المزاج زي الكورتيزون بالظبط اللي بيعمل توتر للجسم شديد وبيسوق الحالة النفسية. الحاجة الخامسة من مشاكل عدم تناول وجبة الفطار هي المشاكل اللي ممكن تحصل للنساء في الدورة الشهرية. في دراسة في 2010 في مجلة طبية قالت ان الطلبة الجامعيين لو اهملوا وجبة الفطار هيعانوا من مشاكل في الدورة الشهرية وشدة الحيض وعدم انتظام الدورة الشهرية، والطلبة اللي مش بتفطر ممكن انهم يعانوا من مشكلة الامساك. وده بنشوفه في بنات كتير بتجيلنا العيادات ان عندهم اضطراب في الهرمونات بسبب عدم تناول وجبة الفطار، وان الحيض بيكون مش منتظم والدورة الشهرية بتتأخر، فعشان كده تناولوا وجبة الفطار عشان الدورة الشهرية تيجي في معدة. الحاجة السادسة والاخيرة هو التأثير على التحصيل العلمي. من الطبيعي ان كتير جدا من الدراسات قالت ان تناول وجبة الفطار لطلاب المدارس هتزود من تحصيلهم العلمي وقدرتهم على التعلم وقلة الغياب عن المدرسة. وعشان كده شددت كتير من الحكومات والوزارات في كتير من الدول على أهمية تناول وجبة الفطار سواء في المدرسة او في البيت، وده
اللي احنا بنقوله للطلبة عندنا وبنقوله لوزارة التربية والتعليم ان وجبة الفطار مهمة عشان كمان نسيطر على الامراض، وان تخطي وجبة الفطار بيؤثر بالسلب على قدرة الاطفال في المدارس، والطلاب اللي بتتناول وجبة الفطار هيحصلوا على درجات اعلى في الامتحانات وهيغيبوا كمان اقل. وبكده مشاهدينا تكون خلصت حلقة النهاردة من ابدأ من جديد. احنا مكملين معاكم في الخير، ادعمونا وتواصلوا معانا على صفحتنا فيسبوك برنامج ابدأ من جديد، او من خلال الارقام اللي بتظهر عشان نقدر نساعدكم دايما. شكرا، نشوفكم بخير. هذا البرنامج برعاية العالم. ابتكارات واكتشافات غيرت شكل الكون. من مصر وفي مدينة نقادة خرج أول تقويم وأول حساب لساعات الليل والنهار وأول نظام حكم مركزي. من مركز زفتة بالغربية كانت سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، والكيميائي مصطفى السيد الحاصل على US National Medal of Science، وفاروق الباز وأحمد زويل، ولسه مبتكرين واختراعات كتير هتوصل للعالم كله رسالة القاهرة تبتكر. خريجي جامعة القاهرة نجيب محفوظ، مصطفى مشرفة، ومجدي يعقوب، غير الرؤساء صدام حسين، ياسر عرفات، صوفي أبو طالب، وعدلي منصور. وشهدت الجامعة أحداث مهمة جداً زي انطلاق شرارة ثورة 19 وخطاب الرئيس الأمريكي أوباما للعالم الإسلامي في 2009. القاهرة بتبتكر في حد ذاتها فكرة جيدة جدا، ان هي بتقدم للمجتمع نماذج مختلفة من الشباب والاطفال والكبار اللي بيعندهم بعض الافكار الجيدة، والمجتمع ممكن يساعدهم عشان يوصلوا الابتكارات ديت الى مرحلة تقدر تفيد المجتمع كله. في اي حد عنده اي فكرة بسيطة